الملك تشارلز يثير الجدل بعد تداول معلومات حول تهديده الأمير هاري بأولاده. تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتهديد الملك البريطاني تشارلز، كل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بأولادهما. وفي التفاصيل، اعتقد عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون العائلة الملكية أن الملك تشارلز عمد لتأجيل منح لقبي أمير وأميرة لأولاد هاري وميغان، وذلك إلى حين صدور كافة المشاريع الإعلامية الخاصة بالزوجين. يأتي ذلك على خلفية رغبة كل من هاري وميغان بإجراء بعض التعديلات على السلسلة الوثائقية التي سيطلقانها مع شبكة نتفليكس العالمية، من صفقة قاما بإبرامها مع الشركة قدرت قيمتها بملايين الدولارات. وبحسب تقارير صحفية، فإنه وبالرغم من اشتراك هاري وميغان في عمليات التعديل حتى قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أن الوضع تغير كثيراً الآن، إذ بات لدى الزوجين رغبة في التخفيف من المحتوى الذي يتناول حديثاً لهما عن الملك تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. وصرح مصدر مطلع على كواليس صناعة الإنتاج الإعلامي في هوليوود أن المحادثات كبيرة في هذه الأثناء ومستمرة، إلا أن هاري وميغان يماطلان ويريدان تأجيل السلسلة للعام المقبل، متسائلاً إن كان سيتوقف المشروع عند هذا الحد. الجدل لم يتوقف منذ لحظة وفاة الملكة إليزابيث، فحينها سربت معلومات مغلوطة أفادت أن الملك تشارلز منع الأمير هاري من إحضار زوجته معه، إلا أن الكاميرات رصدت وجودها معظم الوقت.